اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بتنادي وبتقول انا صحيه، والاكل الصحي مع المغازي له طعم تاني. النهارده مع بعض الاكلات بتاعتنا بسيطه وسهله من المطبخ المصري، من المطبخ العربي، هي في متناول الجميع، ولكن بنعيد هيكلتها وبنقدر ان احنا نحطها قدام عينينا كده ونعمل عمليه فلتره للمواد الدهنيه اللي بنستخدمها في كل طبق. زي مثلا النهارده الفريك، ما يحب الشريك، ولكن مع صدور الفراخ هنعمل طاجن الفريك النهارده لطيف وجميل وياخد الفليفر والطعم من بين اصابع ايدك العشره. معانا فريك اخضر لطيف وحلو، ومعانا صدور الفراخ في متناول الجميع. معايا شوربه النهارده لطيفه جدا، شوربه الرز او شوربه اللبنيه بالرز والنعناع. الرز المصري عموما يعني هو متهم جدا او دايما متهم بان هو نشوياته بتتخن، فتعالوا نعرف ايه النشويات بتاعه الرز. غنيه بالكربوهيدرات، بالنشويات بتاعته، بيساعد طبعا على تكوين والجسمان للاطفال الصغيرين والرياضيين بالذات، مفيد جدا للجهاز الهضمي. انا شخصيا بحبه، ما بيعملليش اي مشاكل خالص في الهضم، وفي نفس الوقت كمان اللي عنده مشاكل مع الاسهال بياكل رز مصري بريء بيحط السمنه. فاحنا دايما بنعمل اللي بنسقع الرز، يعني نعمله بالسمنه البلدي، بنحط له قشطه، نعمل رز معمر بالسمنه والقشطه. لا، الرز المصري ما فيش منه مشاكل خالص. هنعمله شوربه النهارده مع الزبادي. الزبادي بتشتريه من اي سوبر ماركت قليل الدسم مع نعناع، ومش عارفين كلنا النعناع طبعا بيقفل النفس اصلا عن الاكل، ولكن له قيمه غذائيه عاليه جدا ان هو بيهدي المعده وبيهدي الجهاز العصبي. تعالوا مع بعض النهارده البروكلي. هنعمل النهارده البروكلي بصلصه اللوز. كلنا عارفين اللوز وعين الجمل الاثنين مع بعض في مركب واحد بيعلوا الحاله المزاجيه شويه. فانا هعمل صلصه النهارده، صلصه الجوز مع البروكلي، وهنقدمه ازاي لحضراتكم بما ان البروكلي دايما محطوط في قائمه صانع البهجه والسعاده لكل مراه بتحب تعمل رجيم. الفراوله النهارده هعملها كرامبل. معانا مشكله كمان مع الفراوله، انا شخصيا مش بحب اكلها لان فيها شويه مزازه، فانا هعملها النهارده كرامبل. يعني لسه واكلها امبارح كده حاجه لطيفه كومبو، يا عامله زي التفاح او الكمثرى لما بنعملها مسلوقه في محلول سكري، وخدت عصره ليمون، كلت طبق قد كده لوحدي، ما حسيتش ان انا كلت كيلو فراوله، انما لو هي قدامي عينيا كده بالكتير خالص هاكل نص واحده. فانا مش عايز اطول على حضراتكم لان النهارده حلقتي فيها معلومه غير معلومه، والاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وانت بايدك تقدر تصنعي كل حاجه في مطبخك طالما بتحب المطبخ، لان دايما المطبخ هو صانع البهجه والسعاده لكل اسره البيت ولكل العائله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، ولكن تعالوا مع بعض. دايما انا برضو كمان متهم، يقول لك الشيف الحلقه بتاعته صافي كده يعني بشفيه بتعمل 43 دقيقه. هو انا لو دخلت المطبخ اعمل الاكل ده كله؟ لا طبعا، عشان ما بقاش انا جاني على ست البيت اللي بتقف في المطبخ. في شويه تحضيرات اللي هو المزمبلاس، يعني يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل، دي لغه يعني ايه كده دارجه يعني. البروكلي جاهز معايا متقطع ومغسول زي الفل، لان معايا مساعدين شطار، ومعايا الفراوله متقطعه وجاهزه، ومعانا كمان الرز المصري اللي انا هعمله شوربه النهارده. ده اتغسل، وبعد ما اتغسل حطيته في ميه بيغلي على النار، ولازم يتسلق كاني بعمل رز بلبن. هنبص عليه كده علشان نعرف الحلقه ماشيه ازاي. مهم جدا التحضيرات ديت، بتفرق معاكي في وقفتك في المطبخ. ادي الرز اهوت جاهز، نار هاديه، معانا القوام ده كده اهو، مستني ان احنا نقفل الشوربه دي نحط لها الزبادي بتاعها. هياخد بيضه، هياخد شويه بهارات من الملح والفلفل، دي طبعا مش هتاخد نشا، شوربه لطيفه وحلوه اهي. هنزودها برده شويه ميه عشان تبقى خفيفه شويه. الشوربه دي ميزتها زي ما قلت لحضراتكم مفيده جدا، صحيه 100%، مفيش مشكله معانا فيها خالص، لان الزبادي كمان هنشتريه قليل الدسامه. هستاذن حضراتكم بمقادير طاجن الفريك بالدجاج او بالفراخ، او طاجن الفراخ بالفريك على الشاشه مع حضراتكم، بسيط وسهل في متناول الجميع. المقادير كالاتي: معانا صدر فراخ او صدور يعني حسب عدد افراد الاسره، معانا من الفريك 1 كوب، وبصل وتوم في المقادير بتاعتي، وفلفل اخضر، ومعانا طبعا شويه مستكه علشان الطعم والفليفر، والبهارات بتاعتنا بتاخد حبهان، دايما الفريك بيحب التوابل الحلوه وخاصه القرفه. المقادير بسيطه وسهله، تقدري تعمليه النهارده لاولادك واسرتك. صدور الفراخ على الشاشه، والفريك معانا كلنا عارفين شكله الطبيعي،
الصعيد بيتميز بيه والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو هنا. الفريك ده طبعا احنا المصريين ما عندنا طعمه زي الفل وشكله كمان لطيف وحلو. هنبدا نشتغل في الاكله دي مع بعض كده. حاطين الارض فلفل حار هنا يعني لازم اعمله سبايسي. ادي الفريك اهوت بنغسله مره اتنين تلاته وبنصفي الميه بتاعته ويبقى معانا بالشكل ده كده. نبص عليه فرسان التلفزيون المصري. الفريك باللون الاخضر بتاعه ده القمح قبل ما يستوي. معانا زي الفل. ومعانا صدر الفرخه اللطيف الحلو ده كده. هناخد الفراخ دي كده نقطعها مكعبات. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. نعم، سؤال من السوشيال ميديا، ينفع ان انا اعمل الطاجن ده بفراخ صحيحه؟ جيبي فرخه اللي هي الاوزان الصغيره بتعمل تقريبا 750 جرام او كيلو، بتقطعيها ل 12 قطعه وتستخدميها عادي بدل صدور الفراخ. لو انت ما عندكيش صدور فراخ، احنا كلنا الفلاحين والريف المصري والصعيد المصري الفراخ عندنا بنمسكها طبعا بعد ما بننضفها بنقطعها زي ما احنا عايزين وتستخدميها عادي بدل صدور الفراخ. وده سؤال وجيه، انا ما عنديش صدور فراخ، عايز اعمل فراخ سليمه وما اعرفش اصحى بالفراخ زيك يا شيف مغازي، اقدر اعملها بالفراخ السليمه؟ ممكن تقدري تعمليها بالفراخ السليمه تبقى حلوه وزي الفل. بس تجيبي الفراخ اللي هي وزنها صغير لا تتعدى الكيلو جرام يعني او اللي هو 1000 جرام لو بتشتريها من اي محلات بتاعه الفراخ. الفراخ تتقطع بالشكل ده كده. بس هي ميزه الفريك لما تعمليه بصدور الفراخ، كبار السن بقى والاطفال الحلوين الاكله دي يعني عشان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. كلنا عارفين القمح الحبوب الكامله فيها كل العناصر الغذائيه، غنيه بالحديد، غنيه بكل المعادن. القمح طبعا ده ثروه يعني من كل الفيتامينات اللي موجوده فيها، فيفضل تكون صحيحه كده عشان ناكله بالمعلقه مره واحده. ده فلفل حار كده كده. الفريك احنا واخدين فكره عنه بيبقى شويه سبايسي زي الفل كده. معانا الطاسه على النار، هنستخدم ايه الماده دي؟ هنا الكلام بقى اللي انا بتكلم عنه دايما. دايما لما بتعملي اكل صحي انا معايا زبده، معايا سمنه، معايا زيت زيتون، ومعانا زيت عادي. حلو الكلام. الماده الدهنيه اللي بتستخدميها في الاكل بتاعك لازم تعملي فلتره له. اختيارك الاول حاجه للماده الدهنيه، هنختار ايه هنا؟ شويه زيت زيتون صغيرين، انا بس عايز احبر البصله دي والفراخ اهو. حلو قوي، ما يتعداش تقريبا معلقتين. على طاسه سخنه. حلو الكلام. ناخد الفراخ بتاعتنا مع البصله والثوم بالشكل ده كده. احنا هنجيب اللحمه تتغسل كويس، واللحمه دايما انا بقول تجيبها من عند الجزار حته سليمه بتقطعها انت وبتغسليها وهي سليمه. قطعت اللحمه بالسكينه هوبر كده وقسمتيها حسب عدد افراد الاسره، ما تغسلهاش بقى، انت غسلها وهي سليمه، بتقطعيها كده تبقى مركونه عندك. وتجيب حله على النار فيها الميه، تحط فيها البصلايه الحلوه، تحط ورق اللورو، القرفه الخشب اللطيفه الحلوه، وبقدر الامكان بهاراتك للحمه تكون بهارات صحيحه زي القرفه الخشب، زي ورق اللورو، زي الدارسين اللي هي القرنفل، زي الحبهان، وتحطهم في قلب الميه كده خشنه زي ما هي، وتسقط اللحمه عليها وتسيبها تغلي، وما تغطيهاش عشان البخار ما ينزلش. واول باول يا ست الكل شيل الريم اللي بيطلع على وش اللحمه، لان اللحمه لما هتغلي مع الريم ده هيخش جوه الانسجه بتاعه اللحمه ويسوي تالي، وربنا ان شاء الله يبيض وشنا ان شاء الله، واللحمه بعد كده هتبقى بيضه. انا عايز اقول لحضراتكم اللحمه الدجاج بيستوي على النار بيتحمص طبعا عشان ننزل بالفريك بتاعنا، وقصه ان الفريك ما يحبش الشريك ده بس هو عايز فراخ او عايز لحمه وبينزلها المره دي. نطلع فاصل صغير وهو تروحوا بعيد عشان الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. انا في الفاصل لقيت الفراخ استوت، نزلت الجوسي، نزلت بالفريك يا حبيبه على الفراخ. ازيك يا حبيبه طفله العسوله الاموره؟ ايوه يا اموره. الو حبيبه، راحت فين الاموره حبيبه؟ ترجع تاني الاموره. حاضر. الفراخ اهيت مع الفريك حلوه. نبدا ان احنا نضيف بقى الايه التركايه الاخيره. هو ده الكلام. معانا صوص طماطم، يلا زي الفل. ننزل بشويه خضره على صوص الطماطم. حلو. بهاراتك يا عم الشيف بقى هنا ايه؟ حلو قوي. اللهم صل على النبي.
شويه الملح التمام، شويه الفلفل التمام، حلو، شويه الفلفله الحلوه، ومعانا للامانه شويه كركم او كاري. ينفع كاري مع الفريك؟ اه ينفع. ومعانا شويه كركم كده، انا بحب الكركم عموما. بينقي الجهاز الهضمي، بيغسل الكبد، الجدار الخارجي للكبد، بينشط الكبد، مفيد جدا. كل ما تيجي سيره الكركم لازم اقول فايدته ووظيفته للتذكره بس، انا عارف ان انت اشطر مني. بعدين ان احنا نوصل لمعلومه دلوقتي اسهل ما يكون. بين ايدينا التليفون بنكبس كبسه زر، فايده الكركم يطلع لك قد كده، فايده القرفه يطلع لك قد كده، وهكذا، عشان لما تعملي اكل صحي لاولادك. كده كل حاجه جاهزه. بناخد من هنا من الميه شويه ونسيبها تكتك على النار شويه. اللهم صل على النبي. خلصت الاكله بتاعتي اهي، تاكلي صوابعك وراها، اكله ما خدتش وقت كبير. بعد ما بتاخد غلوه معايا طاجن فخار حلو جابه من الراجل الطيب على ناصية الشارع، هحطه في قلب الطاجن وادخلها الفرن، بس اسيبها تستوي على النار وتاخد غلوه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجيب ده، والفريك هنا قال لك مين حمام مين يا عم؟ ده انا كنت واخد فكره غلط، انا معايا صدور فراخ. شيف المغازي الشاطر حاطط فليفر جامد جدا، حبهان، حط كزبره خضراء، حط سنه شبت صغيره. الفريك هنا بقى طعمه حلو قوي. ما تنسيش القرفه، دايما القرفه ملازمه للفريك. معانا طاجن حلو فخار، الحاجات الحلوه دي تخليها في مطبخك دايما، بتعلي من الحاجه اللي بتعمليها، وفي نفس الوقت كمان بتساعدك في ان تعملي طواجن حلوه، حاجات جديده لاولادك وانت شغاله في المطبخ. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الطاجن ده ندخله الفرن زي الفل. هو اذا مستوي جامد مفيش مشكله، بس خلونا ايه، يخش الفرن. اه، فراخ زي ما قلت في بدايه الحلقه، تقدر تحطي فرخه سليمه مفيش مشكله. نعم، اه، لحمه مفرومه تنفع، مش هتقول لا. سجق بلدي ينفع، مش هيقول لا. عندك شويه كوارع كده مخليين، مش هتقول لا بنفس الطريقه، بس انا عامله النهارده مع الفراخ. اه، العكاوي، انا عارف انك بتحب العكاوي، ينفع. اه، كل ده مع بعضه يا عم الشيخ. تعالوا بقى معلش كده نعمل سيرج على الموضوع ده. ايه هو؟ استخدمت ايه الماده الدهنيه يا شيف هنا؟ فراخ بيضه صدور خاليه من الدهون. الزبده اللي استخدمتها، ما استخدمتش الزبده، استخدمت معلقه زيت زيتون. والفريك كده كده امن، مفيش مشكله معانا، اصبح ان الطبق ده صحي 100%. نقدر نقول مش 100%، على الاقل 80% 90%، ولكن طبق امن مفيش مشاكل بينه خالص. هناخد الطماطمايه الحلوه دي كده نقطعها شرايح حلوه وندخله الفرن، وده الطبق الرئيسي بتاعنا، فيه كل حاجه يغنيك انك تعملي طبق رز. اه، الطماطم دي تتجاب كده، ادي الفريك بتاعنا الحلو. لا ما اقولكش، هتسيب الفراخ وتاكل الفريك، وهتسيب الفريك وتاكل الفراخ. صلى على الحبيب قلبك يطيب. يلا خش على اللي بعده. اه يلا، يلا مقادير طاجن الفراخ بالفريك على الشاشه قدام حضراتكم، بسيطه وسهل. اهي اهي انا بدلعها. اهو اهو، اللهم صل على النبي. اهو، حلو الكلام. اخبار الايه؟ اللوز، ومزاجك اللوز. يلا مستعد للوز؟ اه، تاخد شويه شوربه من سليق البروكلي. اه اه، دي شوربه من سليق البروكلي. اه، حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل اكل صحي بيرضي كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. عملنا صينيه بروكلي لطيفه حلوه مع صلصه عين الجمل، وشفنا التكنيك العالي لعمل الصلصه وكمان سلق البروكلي. عملنا كمان شوربه لطيفه انا شخصيا بحبها للمزازه والحموضه اللي موجوده في الزبادي مع النشويات بتاعه الرز والكربوهيدرات، مفيده جدا للرياضيين. عملنا طاجن بقى هو ملك السفره، طاجن الفريك بالفراخ، مش هيتعمل مع الحمام بعد كده، هو بيعشق الفراخ، شايفينه على الشاشه هو سيد الشاشه. الكرامبل بتاعنا بتاع الفراوله، للامانه وللمصداقيه اللي حضراتكم متعودين عليها دايما على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، ده كمان عايز 10 دقائق في الفرن. عشان اللي بيتابعني دلوقتي، هنخلص الحلقه عشان ناكله، هيخش الفرن يقعد 10 دقائق حتى نحصل على الشكل البرونزي للشكل الخارجي للكرامبل.
وده يتعمل في عيد الحب لطيف وجميل وغير مكلف. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.